بين الزعيم والملك حكاية قمة إثارة متعة. الجماهير تنتظر، الإعلام يترقب، الكل ينظر إلى استاد الشارقة حيث الإمارات الباسمة التي تجمع قمة الزعيم والملك. كيف لا، هم أبطال كرة الإمارات على مر التاريخ. أهلا بكم في رادار سبورت فورول. اليوم العناوية ما عندهم عذر، خسرتوا ثلاث نهايات الموسم الماضي، مباراة اليوم خسارة، يعني أنت راح ترجع ورا شوي. فعلا راح أرجع ورا، بس أنا اليوم عندي ثقة تامة، اليوم فريقي جاهز وداشين جامد، وإن شاء الله راح نخلصها، يعني ما راح نتريى مجال حق الشارجة يعني، ولا نعطيهم مجال يعني. العندهم يواجه صعوبة في ملعب الشارجة بالتحديد، ما تشوفه يمكن تأثر اليوم؟ تعثر؟ تعثر منو؟ الشارجة؟ أمام الشارجة يعني تعثر اليوم؟ متعثر نحن؟ لا لا ما متعثر اليوم، نحن جايين ناخذ ثلاث نقاط ورايحين، بس نحن نبغيها بنتيجة كبيرة، نحن جايين اليوم وناخذها بنتيجة كبيرة عشان يكون درس لهم هذا، ودرس حق اللي جاي طبعا. واللي جاي واللي جاي بعد. والله ما في تخوف، لكن احنا نقول ان شاء الله اليوم رجال الزعيم قدها ان شاء الله باذن الله، ويخلصوا هاي المباراه اليوم ان شاء الله، لان اليوم اعتبار الدين، احنا دين، واليوم رد الدين ونشيل ثلاث نقاط ونقول السلام عليكم يا الملكي. دربك خضر يعني؟ باذن الله، بعون الله اليوم ثلاث نقاط ونتيجه بعد ثلاثة وفوق إن شاء الله. ثلاثة فوق إن شاء الله. في ثقة عناوية كبيرة. والله يا عادل الحمد لله هاي الثقة نحن من زمان فينا. جتنا فترة نقول المباريات القوية بين كنا بين الوحدة والعين أو شباب الأهلي والعين، بس الاسم الثابت العين. فنتمنى اليوم إن شاء الله على المؤشرات اللي استوت والإيجابيات اللي استوت، كل المؤشرات تدل أن العين الحين بخير. نتمنى السنة اللي طافت كانت شوي صعبة علينا. هم هاي اللي قابضينا فينا، بس ان شاء الله اليوم احنا اخرتها ثلاث نقاط عادل، اخرتها ثلاث نقاط تكون الاماره الباسمه حق العين ان شاء الله اليوم، ونفرح ليش لا. شوف العناوي جاي اليوم يقول لك انا عندي دين، جاي بارد، لكن على حساب الملك، على حساب الملك. العين في الفورمه، ما اسمعك، العين في الفورمه. هذا الملك حبيبي، قلنا كعبه عالي داخل، بنشوف المستطيل الاخضر ان شاء الله. انا متوتر ما اقول لك لا، وعارف جاهزيتهم. متوتر ولا خايف؟ الاثنين زين، لا تخاف. الاثنين. وعارف جاهزيه العين، العين نادي عريق كبير، فمش ما نقلل من شأنه، لكن اقول لك اليوم مباراه في القمه الصراحه، مباراه قمه هذه تكون خطيره، فنتمنى ان شاء الله، يعني ما بصرح ولا بقول شيء صراحه، ما اقدر. انت عارف المباراه كيف صعبه اليوم. عليك الخوف. وايد والله. انت مشجع للفرسان؟ يعني تستمتع في الأجواء ولا لك نية ثانية؟ هو بيقولوا منافس منافسي صديقي، النهاردة الشرقة صديقي عشان يعطل العين شوية، وإن شاء الله نكسب الوحدة بكرة وننفرد بالصدارة. مجهز كل شيء، مجهز السيناريو يعني. أيوة لازم، شوف الدوري ده لازم إن أنت، إحنا اللي عايز الدوري يخدم نفسه، لكن إحنا بنقبل الهدايا من الآخرين، إن شاء الله النهاردة الشرقة في الأجواء الحلوة دي يهدونا بهدية جميلة ويكسبوا. ولو ما أعطوكم هذه الهدية وخذوها العين؟ أقول لك على حاجة، كوزمين مدرب ذكي بيعرف يكسب ماتشات زي دي، يعرف يقفل مفاتيح اللعب، وهتشوف. انا رهاني على كوزمين النهارده وان شاء الله يعملها ان شاء الله. يخليك من فوز ورا فوز، ما يمشي كعبي عالي، ما يمشي باختصار، ان شاء الله فايزين. تعادل وياك العين الموسم الماضي هني، ترى الامور طيبه، ثلاث كؤوس الموسم الماضي. الشارجه اليوم مواجهه صعبه قدام العين، الملك الفترة الأخيرة في ملعبه وايد مزعل جمهوره، أيوة. يكمل اليوم يزعل ولا يفرحهم اليوم؟ من السنة اللي طافت هم مزعلين على هالملعب، بس إن شاء الله هالمرة قدام العين الوضع يكون مختلف إن شاء الله، ويكملونها إن شاء الله ثلاث نهائيات السيطافة قدام العين، وإن شاء الله هذا بعد الفوز الرابع التوالي على العين بإذن الله. ليش الوضع قدام العين مختلف؟ والله العين لعبتنا صراحة باعترافهم، وحتى آخر كم من تصريح من جمهورهم آخر فترة يعني معترفين أن الشارجة عقدتهم، وإن شاء الله هالسنة بعد عقدتهم بإذن الله. انطلاقة الشارجة تكون من اليوم؟ ما أسمع. انطلاقة الشارجة تكون من اليوم؟ بإذن الله اليوم قدام العين، أحلى انطلاقة إن شاء الله بتكون. والله أنت نفس ما تشوف يعني النتائج تحكم، ثلاث نهائيات على العين يعني. أنا شوي يعني أقول يمكن نتعادل، بس نخسر صعبة. خسارة من العين أنت في الدوري الموسم الماضي. أوكي الحين خسارة مباراة ولا ثلاث بطولات؟ ثلاث بطولات طبعا. نحن عيال اليوم. بنشوف شو يصير. تريح في الملعب. إن شاء الله. بعد المباراة مواجهة. تمام. هذا تروق فيه قبل مباراة الأعصاب ولا كيف؟ عشان تهدى الأعصاب شوية، بس إن شاء الله فايزين.
ما تشوفها صعبة شوية قدام العين؟ والله هي صعبة، بس احنا حابين نكون العقدة الأساسية للعين، فاليوم بنثبت هذا إن شاء الله في الملعب. ليش قدام العين بالضبط؟ المنافس الأساسي لنا العين، هو اللي دايما حاطينه في راس احنا، واليوم الميدان هو اللي بيخبرك إن شاء الله. والله هالشيء مو بشرط، احنا فزنا موسم الماضي عليهم، فيقول لك العين يعني لك نيو لوك، فأنا ما أخاف على فريقي من اللعيبة، أنا أخاف على فريقي من المدرب بس، ولا فريقي فول أبشن مثل ما يقولون. بس يقولون صراحة الشارجة الأقوى في هذه المباراة كوزمن، وتكتيك اللي يعرف كيف يتصرف في مثل هذه المباراة. والله أنا معاك، بس كوزمن يعرف يكفل المفاتيح، أظني هو التشكيلة هي تشكيلة غريبة ترى اليوم نازل فيها، بس هو يعرف كيف يكفل المفاتيح، قفل المفتاح. توقعاتك؟ 2-0 حق الشارجة. تستمر العقدة الشرجاوية اليوم ولا ما تستمر؟ إن شاء الله ما تستمر، إن شاء الله. ملعب الشارجة يخوف، جمهور الشارجة، كوزمن، أسماء كبيرة. إن شاء الله يفوز العين. حققوا ثلاثية أمام العين الموسم الماضي. اليوم غير إن شاء الله. إن شاء الله. العائلة كلها عيناوية. نعم. إيه. وعين اليوم مباراة ما تقبل قسمة على اثنين، ديربي قمة. نعم صحيح. أكيد طبعاً المباراة قوية ما بين الاثنين. وإن شاء الله العين يحصد 3 نقاط ويتوكل على الله. هالصغاري الله يحفظهم. يبون 3 نقاط ويكملون في الصدارة. نعم صحيح، وإن شاء الله فان الفوز بإذن الله. ما تشوفها صعبة ملعب الشرج؟ ما في شيء صعب على نادي العين، لكن أهم شدون حيلهم اللعيبة والجمهور ما بيقصرون في التشجيع إن شاء الله. باقي دور على اللعيبة، الجمهور نعم. ما قصر حضر. حضر نعم صحيح، حضر هني ومكان ثاني بعد موجودين. أعطيهم العافية ما قصروا. المراسل المتميز المتألق دائما زميلي البصرة علي الكلباني، راح فيك اليوم عبر شبكة سبورت ورول الإخبارية. ها في احلام في ولا خلاص على كلامك ان الاتصال قالك الدوري عيناوي؟ شوف نحن ما نتكلم عن الدوري، الدوري خلاص خلص للحين، نحن مخلصين شهر كم انا خبرتك؟ من كم شهر تقريبا قلت لك خلص يعني قبل ما يبدي الموسم خلص للعين، الاتصال يعني اللي ياني قال لي خلص للعين. تقريبا نقدر نقول نصف الشعب عيناوي، هذا واحد. وبعدين تحس يا اخي جمهور العين ياسي ورياسي، تحسه ياسي ورياسي يا اخي، يا اخي كاشخ يا اخي، سامت يا اخي، سميتني. كل الدوبيج طبعا اكيد للفريق ان شاء الله، نتمنى طبعا اكيد بعد هذه المواجهه حتى فريق الشارجة وفريق العين ينسونه ويركزون على الأسوية، وكل التوفيق طبعا اكيد لبقيه الفرق. ولكن انا بروح ارجع واقول لك يا فريق العين او مشجعين فريق العين، ياسي ورياسي، كل التوفيق لكم. كم مواجهات مباشره؟ ما مش صعبه، نهائي بقول لك صح، عقدتي بالنهائي بس 47 مره، واليوم 48، هم فايزين 40 مره من 128، 38 تعادل، ما يتفوقون علي. شوف ما يتفوقون علي. انا اتكلم من ناحيه المباريات، العين دوم يعاني بالشارجه وامام الشارجه. اليوم يكرم المرء او يهان في الملعب، قدام العين لا يتكلم. اليوم بيشوفون، اليوم بيشوفون هني في ملعبهم، هني هني. ونقص عند العين وما أعرف أخطاء دفاعية، لكن الحمد لله راضين بالنتيجة، راضين. الشرجاوي في دمي مهما كان، خسر فاز في دمي، معوضين إن شاء الله. مبروك الفوز للعين،
مباراة ثلاث نقاط مش بالعائق الكبير، بنعوض إن شاء الله قدام. خسارة ما منافس في سباق الصدارة، الحين فرق بينه وبينه ست نقاط. ما عليه، أخسر مباراة بداية الموسم ولا أخسر في النهاية وضيع التنافس. في النهاية مثل ما قلت لك ثلاث نقاط مش بشيء الكبير. أنا ما بتكلم. Thank you كايو. كايو أفضل لاعب عندنا، يعني ما الباقيين ما يستاهلون، والله العظيم والله ما يستاهلون. ليش ما يستاهل؟ نفس الاسم، نفس الاسماء اللي جابت الرباعيه الموسم الماضي. انا اقول لك هالكلام، انا اقول لك هالكلام، اسمع مني وقسما بالله ان كايو افضل واحد فيهم. اللي يقول كايو والله برع وكايو ما نبا، كايو افضل واحد فيهم، بس لا احد ينتقد كايو قسما بالله. والله يا اخي كره قدم يستاهلون العين، العين افضل عنا كانوا، رغم انهم بعشرة لعيبه لكن افضل عنا بكثير. للاسف يعني الكواليتي مال اللعيبه يفرق الاجانب. أعتقد مدافعنا يعني مدافع كبير ميلانوس ما كان قد لهذا. الأقوال أقوال سهلة جدا تي، وإن شاء الله القادم أفضل. أنا بس عندي كلمة واحدة، دفاع ما في، ما في شيء اسمه دفاع في نادي الشارجة من عقب شاهين، ما في شيء اسمه دفاع في نادي الشارجة. بس نبغي شيء واحد يبون دفاع نفس النص، ما في شيء اسمه دفاع في نادي الشارجة، بس ما عندي كلام ثاني. نادي الشارجة ضعيفة جدا، ما فهمتش انا المدرب يشوف ولا ما يشوفش، وفي لعيبة بالله مسجل اللعيبة، في لعيبة تيشيرت نادي الشارجة راهو اكبر منهم وادخل عليهم. طعمك للاحسن، اختيار لعيبة تيقالي ويسمونه هذا موسى سجال سجال. بس ما تروح تحكم على اللعيبة. يا إدارة نبغى ماي بارد عطشانين. شوف الجمهور طالع، إدارة نصر ماي بارد نشرب، نحط في كل ملعب. والله هاي تكتيكات المدرب، هذه توظيف كوزمن في أرضية الملعب، ونحن كنا ما نستاهل هاي الخسارة، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذه كرة القدم في النهاية، ونقول مبروك حق العين وهردك لنا نحن، والختام سلام. إن شاء الله الدوري السنة ما نطلع غيره، سنة الدوري إن شاء الله درب العين مستانسين فايزين ثلاثة، هاي الثلاثة تذكرهم ثلاث بطولات عرفت، خلهم مستانس السنة الماضية سنة والله يصيحون. طالي اشتراك الحظ خلصوا ياهم، إذا يبون يتصلون على 303 بجدد الاشتراك. إن شاء الله نحو الدوري وآسيا إن شاء الله. طبعا السنة العين طالع بصورة غير، والأندية كلها في حالة رعب. أنا أقول الكلام الصراحة، يعني الأندية كلها في حالة رعب، وهالشيء يدل على مباراة اليوم. العين عنده طرد من الشوط الأول، وطلعنا فايز 4-3. الله يعين الدوري على العين. والله لا بقى أقوى جمهور، أقوى عينام في العالم. دقيقة في صورة اليوم جاية من الفندق الحين عند اللعيبة، وقال المدرب قال اليوم فايز، هذا اليوم الصبح قال أنا اليوم فايز. شو قال لك المدرب اليوم؟ فايز. ثقة المدرب، داهية متربين وإحنا صغار على حب الزعيم. من العم هو السبب، هو اللي ربان على حب العين. الحمد لله ما طلعت على أبوي وصلاوي، الحمد لله على عمي. هالشعار والله يفوز، والله ما يصير. شو قال؟ قال لا ملك بحضرة الزعيم. أنا قلت لهم من زمان، قال من البداية اسكب الشاد اسكب. المهم مبروك علينا، وحط لك لهم هذا الدار رجعناه، الدار رجعناه وبس خلاص، ما بتكلم وايد والله. برا بس بس صياحهم في الكومنت والصدارة بس، والصدارة بس، أيوة بس خلاص ما بتكلم. الدوري عيناوي خلاص باختصار على فوز اليوم. نتذكر هذا الفيديو اخر موسم، وكلنا توت صار هالشعب بزايد باذن الله حق هالسنه الدوري ان شاء الله حقنا. التركيز على الاسيويه، خلصنا من هالمباراه وكنا نحتاج هالثلاث نقاط خصيصا من الشارجه، كنا نحتاج رغم النقص العددي لكن كفى ووفى واللعيبة اللهم لك الحمد. ثلاث نقاط مهمة جدا ان تستمر الصدارة قبل التوقف الدولي الحمد لله. انا توقعت مباراة العين 5-0 للعين، لكن خذينا ثلاثة وعطيناهم اثنين حقهم. خلاص ثانية جوني كلك لا تخلب الصفعة حتى تقرا اخر سطر بالثلاثة ملعبكم. بطرد خلص عليه، بطرد خلص عليه، وصل والأهلي والشباب الباقيين. أبل وصل أنا، أبل وصل.
يرحم. اليوم سمعنا نلعب مع ملك، هذا ملك 10 لعيبه ويفوز عليهم في ملعبهم في بيتهم. والله انا ابوكم بعد حطون هالفيديو، هذه شخصيه بطل، والله شخصيه بطل. يوم ان نحن خسرانين دقيقه 37 يتحرون بياكلوننا، هم ما يدرون ابوي هناك وفي حد يلدخ من وراء، يلدخ ابوي. نحن عندنا خطه لقدام مسوينا وراسمينا من قبل الموسم. انتوا تبون تفوزون علينا اليوم؟ انتوا يا الشرجاوي تفوزون علينا اليوم؟ يا ريال يا ريال، روح ارقد روح ارقد. ثلاثه والله انا بعد في مباراه وياهم وبعد بناكلهم. جاي الدور جاي الدور جاي الدور. قلت لك يا عادل، قلت لك بفوز. شو عايز؟ انا قلت لك وشرجاوي، قلت لك شرجاوي لا تتحدى. ليلة دندانة يا ليلة دندانة. لا لا خلاص، من الحين لعشر سنوات ما شيء اسمه ملك، خلاص خذوها مني، ما في شيء اسمه الملك قدام الحين، وخلصينا من الحين. اقول لك انتهت العقده؟ انتهت. اي عقده؟ ما في عقدة، هي في عقدة. وينها؟ أنا ما أشوفها اليوم. وينها؟ طبيعي، أي شيء سويناه في المباراة اليوم كان طبيعي. بعشر لاعبين، المدرب شوي خبص بس توفقت وياه مع الزق اليوم مع قول إخواننا المصريين. جت المباراة بس هذا مش قضانا، قضانا في نهائي. هذا طبيعي طبيعي. أنا فايز عليه الحين كم قبل المباراة؟ 47، الحين 48 مرة. ايزي شارج حاله، قلت لك ملك على الوصل، على النصر، على قدام الان يسكت، والله يسكت ما ابدا. مبروك حبي. لا ملك في حضرة الزعيم، وهنا الصدارة. خلاص اجهزتوها؟ ايه. اول شيء انت لو شفت المباراة بتعرف الفرق بين العين وباقي الاندية، شخصية العين وباقي الاندية. نحن فايزين ثلاثة وبعشر لاعبين وما ندافع، لان هذه شخصية العين. العين فريق كبير والحمد لله، فوز مهم. وانت تعرف الشارجه، يعني هالفرحه هاي الشارجه شال عنك ثلاث بطولات الموسم اللي طاف، وما بقول كيف مشت معاهم بس الحمد لله. بس اهم شيء ان انت تشوف الفرق بين شخصيه العين وباقي الانديه. نحن ما ندافع، انا الزعيم ولا ملك في حضره الزعيم. شارجه ان اعطونا هذا التمرين الممتاز بعشر لاعبين للاسيويه، وحاب اقولهم اذا انت فزت ثلاث بطولات الموسم الماضي لعنه الزعيم، يمكن تلحق ثلاث سنين وثلاث سنين قدام وقدام، ويا ويلك. تخسرون كل بطولات بس تقولون حق الكل وقف الدوري، الدوري خاطبه نفسه. لانه زعيم، انت اليوم لعبت بشخصيه البطل، شخصيه العين، شخصيه الزعيم. اليوم كانوا 10 ريايل في الملعب، طبعا كوامي انطرد، 10 ريايل في الملعب من خالد عيسى لين سفيان لين جوناثاس. صراحه ما قصروا، قاتلوا فعلا. يوم قلنا في مقولة قلناها للعين، رجال يحملون رايته، اليوم شفتها في الملعب انت، والله رجال. كل اللي قالوا ان اتوقع في حد قال ان مباراة اليوم مش قمة ما نشوف العين، حبيت اقول له انت موجود عشان تنافس العين اصلا، لان العين دائما هو فوق. كل موسم يبدأ العين هو زعيم الدوري، فانت تطمح انك توصل للعين بس صعب ببالك وايد. فلا تقول ان المباراه مع العين مش قمه، اي حد يلعب مع العين الزعيم تكون مباراه قمه. انا زعيم، الله يوفق العين، والقادم صدقني اجمل واجمل وافضل صدقني. وهالعيناوي نستانس. اسيا برجال العين ان شاء الله ما بتكون صعبه ان شاء الله، الله يوفق العين خطوه بخطوه ان شاء الله. العيناوي فوق، انا فوق فرحك رحيم اليوم؟ فرحني. كنت واثق انك بتفوز ولا ها خايف من الشارجه؟ كان انا بالبيت محتفل مرتين، بالبيت وبالملعب، عشان اللي يتحدى العيناوي ينزل لينا. يعني شوف انا بتكلم، يعني احنا برا على الكوره يعني اخوان ما نتفرق، بس داخل الكوره شو الكوره، داخل الكوره احنا زعماء الملعب احنا زعماء ملكاء. العين زعيم والشارقة ملك. الله عليك. يعني شو فرقنا بين بعض؟ يعني شوف انا من دبه وقريب من الشوفجة، يعني بس اشجع العين. يعني شوف انا ما يفرقني هذا فوز هذا خسر، ما يفرقني، ما ازعل، عنده روح رياضية. سمعتوا مشجعينا، هذا طفل صغير بعقل كبير، يقولكم الشارجة كبير والعين كبير، هذا زعيم وهذا ملك.
في الملعب نتنافس، برا الملعب روح رياضية ما تفرقنا. تعلموا يا اخوان هذا البطل الصغير. اللهم لك الحمد. قلتها في الفترة اللي طافت، وقلتها اسبوع اللي طاف، وقلتها في معسكر الاعداد. اشكر سيدي الشيخ الزاع بن زايد وكل العاملين في هذا النادي الكبير على ثقتهم في خالد. وهذه الثقة إن شاء الله بإذن الله راح أسعى قد ما أقدر أني أكون قدها، قد ما أقدر راح أسعى أني أخدم هذا النادي لين آخر دقيقة لي في هالنادي. اللهم لك الحمد، كلها توافيق من الله. مش غلط الإحساس بالتقصير، مش غلط الاعتراف بالخطأ. هذا ندل يدل على أن الإنسان حاس بالتقصير ولازم أنه يعوض في أسرع وقت. اللهم لك الحمد. هذا الطبيعي، وهذا اللي مفروض على لاعب كرة القدم يسويه. ما سويت شيء يعني خارق العادة. سير رسالتك للجماهير العينوية والإماراتية في مهمة العين القادمة في آسيا. بعد طول غياب أكيد بطولتهم اللي يحبونها ويعشقونها، نفس ما يقولون حبهم الأولي. غبنا 3 سنوات 3 نسخ، عازمين نحن في غرفة الملابس، وتعاهدنا وحطينا في إيدنا في يد بعض من أوزبكستان أن نحاول قد ما نقدر نفرح هذه الجماهير في البطولات المحلية، في البطولة الآسيوية، ونوصل لأبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال آسيا. رجعنا بفوز مهم جدا من واحد من أبطال الدوري الأوزبكي. لازم نكمل، وأهم شيء الاستمرارية. مشكور. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. نحب نبارك حق جمهورنا الأمة العيناوية اللي اليوم ما قصروا يو وحضرونا، والحمد لله أن هالمرة ما أخذناهم وفزنا. الحمد لله اليوم حققنا 3 نقاط أداء ونتيجة. ردينا الثار ما السنة اللي طافت، هذا أهم شيء، والحمد لله والقادم أفضل إن شاء الله. آسيا سكن العيناوي، نحن أكيد نادي العين يشرف ندش آسيا، ونحن ممثلين الوطن، فأكيد بنعطي 200%، وإن شاء الله بنعدي المجموعات، وإن شاء الله بعدين كل حد الحديث إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. بلا شك يعني مثل ما تفضلت بدعم رئاسة النادي، دعم كبير من بداية تحضير الفريق للموسم، وايضا العمل الكبير اللي قام فيه الجهاز الفني، وايضا كذلك اللاعبين من خلال المعسكر التدريبي اللي حضرنا له في اسبانيا. انطلاقتنا كانت الحمد لله يعني مبشره، ولازلنا احنا في الانطلاقه، يعني 4 جولات في الدور لا تعني شيء بالنسبه لنا، ولكن علينا مواصله العطاء والجهد وتحقيق النتائج الايجابيه لمواصله الصداره الدوري. رسالتك للجماهير العينويه اللي مطالب انها تقدم دعم أكبر في المرحلة القادمة اللي هي الأصعب بالنسبة لنادي العين؟ لا، جماهير العين ما مش محتاجة توصية، والدليل اليوم حضور مكثف من الجماهير، حتى أن بعض الجماهير أعتقد ما حصلت أماكن أو تذاكر للدخول المباراة، لكن من بداية الموسم الحمد لله يعني كما عودونا دائما متواجدين ومؤازرين للفريق، سواء في استاد هزاع أو حتى خارج مدينة العين. Thanks God, difficult game against difficult team, and yes, I think today we play with heart, and it's difficult less one player, but thanks God for this victory. What about you, Alain fans? All Alain fans outside for you now. Is one I saw against Ajman before in the interview. The first for us is one player more inside the field, and this support is very important for us. Can I speak Arabic? Anything? Assalamu alaikum. Shukra. Thank you. Thank you. Thank you. Very happy to score the game, the goal. Unfortunately, we lose the game, but this is the football. Now we have to put our head up and try to win next game. For sure, we're going to try to play well, to win the game. And just I want to say thank for the support and continue to support us because we need them. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز اليوم. مباراة جدا صعبة كانت. أنا وايد فرحت إن ممكن الطرد بين شخصية الفريق صراحة. أنا أحب أشكر، أبارك وأشكر إدارتنا، مدربنا، إخواني اللاعبين على المجهود اللي بذلناه اليوم. في النهاية مش نهاية المطاف، يعني نحن ما خذينا بطولة، 3 نقاط، و الفترة الجاية أصعب ونحن عارفين، ولكن نحن قدها إن شاء الله.
جمهورنا ما الله حق يعني ما يحتاج يعني ما يحتاجون رسالة صراحة. جمهورنا دائما يساندوننا، جمهورنا دائما حتى يعاتبون، إذا عاتبونا يعاتبونا لمحبتهم لنا يعني كلاعبين. وكل لاعب عيناوي يتقبل هذا الشيء، وبإذن الله أننا نقدر نفرحهم ونقدم لهم شيء يليق باسم النادي إن شاء الله. هكذا كانت الأجواء في قمة الملك والزعيم، جماهيرية، فنية، إثارة حتى الصافرة. هكذا دورينا بمتعته وإثارته نريده دوما. أرجوكم لا تتوقفوا عن هذه المتعة. رادار سبورت فرول كان في قلب الحدث في قمة الجولة الرابعة بين الشارقة والعين، على أمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.